مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من توك شو الفني واليومي هاشتاج بيناتنا. مازال معنا بشرى عريش، مازال معنا جود بيومي، والتحقوا بنا جوج ديال الضيوف ديالنا. غادي نرحبوا اولا بالنجم الفنان والفنان النجم والمثقف سي راشد الوالي، حاضر معنا. شكرا، بارك الله فيك، شكرا على هذه الاستضافه. وانا ما جيتش بوحدي، سمحوا لي. مرحبا بك جوزاف. كنقدر نهرب، كنقدر نهرب. وضيفتنا الثانية طبعا هي مديرة إنتاج، مديرة أعمال، إنها الفنانة وراء الفنان ابتسام شكرة الوالي. مرحبا بك ابتسام. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، الله يجازيكم بخير. وقولي أنا ما قدرتش نجيب وحدي. أنا جيت جبت معايا راجل. مرحبا بك ابتسام. زوين لي زوين، نورمالمون ابتسام كتعطل، اليوم ما تعطلاتش باش تخرج. جات هي الأولى وقيلا. جات قبل الوقت ونقول لها مازال الحال، وهي تقول لي، قلت لها جيت تفرجي معايا، كنت كنتفرج في واحد شي حاجة ديال الديكوراسيون، وهي تقول لي لا غنمشي نتكونسونطرا، دخلت واحد البيت جلسات بالصباطة وهذاك الشيء كنتكونسونطرا معاك. حيت عارفة راسها ضيفة ديما. تبارك الله على ابتسام، تبارك الله على السي رشيد. رشيد مؤخرا فزتي بجائزه ليزامبيريال، جائزه مهمه بزاف، لانها اختاروك نتايا افضل فنان نجم اكثر محبه من طرف المغاربه. الحمد لله، وي فعلا كانت مفاجاه. انا ما عرفتش دو كوا يساجي في الاول، ولكن بعد عاد لانه كنت في اون بلان تورناج، مي منين مشيت ولقيت هذاك الحفره ولقيت شنو المعنى ديال هذاك، ففعلا حسيت انه شي حاجه كتزيد في الراسي ديالي. حيت بريسك نورمال انك كدير مجهود في فيلم يمكن تنجح فيه، تكون عندك بطوله، تكون عندك بلوس دو شونس دو غاني كل وحدين اخرين، ولكن انك تربح القلوب ديال الناس كنظن شي حاجه اللي ما كتعودش. والحمد لله، وكنشكر كاع الناس اللي صوتوا عليا. وفي نفس الوقت مسؤوليه كبيره. دابا مسؤوليه، الحمد لله مسؤوليه، ولكن لما كتكون داخل في المبادئ ديالك الحمد لله كتقول اللهم لك الحمد. رشيد عرفتي علاش الجائزه؟ حيت من قبل ملي كنتي جون برومي كان كلشي كيشوف فيك انت هو يعني هو ولدهم. كان كلشي الوالدين كيقولوا هذا بحال ولدنا. صحيح. خارج من العائله المغربيه. دابا ملي درتي اللحيه بيضاء، واخا زعما بغيتي تغمق علينا، ترى باقي صغير، ولكن مع سالم وادم كلشي كيشوف فيك انت هو الاب المثالي. داكشي علاش كسبتي يعني الناس اللي صوتوا عليك كانوا دو توتاج، فيهم لي جون، فيهم الاباء، فيهم النساء، وفيهم الرجال. يعني خديتي محبه المغاربه وتستاهلها. الله يبارك فيك، شكرا. وسورتو تبقى المحبه ديال واحد السيده اجتماعي اليوم. رشيد، عندك القيم العائليه مهمه عندك بزاف طبيعه الحال، ابتسام وكذلك. شنو هي رضات الوالدين بالنسبه لكم بجوج؟ نخلي ابتسام حيت انا هضرت بزاف، يلاه فاجي. شنو هي رضات الوالدين؟ انا احسن رضات الوالدين جاتني هي نهار اللي تزوجت مع رشيد ولقيت باه ولقيت امه، حيت انا بابا الله يرحمه توفى في 2012، ماما باقا على قيد الحياه، طول عمرها. واحسن هديه هي باه امه اللي كيعاملوني بحال بنتهم، واحد العلاقه عندي معاهم غزاله، والله يحفظهم الله يخليهم ليا. فوالا، هذا هو في نظري انا ذات الوالدين. شنو توصيك الوالده ديال السي الحاج عليه؟ شنو كتقول لها؟ هي كتوصيه عليا انا. شنو كتقول لها؟ تقول لها تهلا فيها بنتي، تهلا فيها. شنو انا ديت حفظ لي الوالده الرضا؟ كتعرف شنو هي؟ عمرك ما سمعتي الباب قال لك حفظ لك الرضا؟ كنا في واحد العيد الكبير، كنا يلاه بدينا ماشي بزاف وتزوجنا، ويلا درنا واحد الدار، وباقا احنا حتى السيما باقا ما كملات وهذاك الشيء، وهي كتقول ان شاء الله مازال غنكبروا الكراج ونديروا بكراج تجيو عندي كاملين. ولكن دبحنا الحاولي ما جينا فين ندورو حتى لقينا ابتسام ما كايناش. هزات ادم مشات لواحد السوبر مارشي، خدات البيتزا حيت ما كاينش اللحم، وبقات تما. انا تعصبت كيفاش الوالدين ديالي جايين العيد وهي مشات على نص ساعه، بقيت انا ندير التفاهم، بقات اربعه السوايع صعيب. وصلت الوالد لقيتي دوزوغ، بالنسبه لي ست السوايع. وانا نوصل الوالد الدار، خلاهم كلهم هبطوا من الطوموبيل، بقى معايا هو الاخر، وحسيت بلي غيقول لي شي حاجه، ويقول لي الولدي الله يرضى عليك ما تغوتش على ابتسام. قلت له لا ما نغوتش على. قال لي شوف، انا دابا راضي عليك وفدت الرضا ليه، ولكن اليوم غنحفظ لك الرضا، حتى لو بغيت ترجع فيه ما يقبلوش مني الله، ولكن
ما تغوت عليها، راه هي هكذاك عاديه وراه كتبغينا، واخا ما دوزتش معنا واحد الطرف كبير في العيد، مي راه هي كانت في عالم وجهه العالم. نهار ثاني عيد اللي ما قدرتش ناكل، المهم واحد الحاجه، وقلت لهم غادي نمشي نافك ناخذ البيتزا، ودوك مشيت خديت. لا عرفتي شنو اللي جميله رشيد؟ هو ان العائله حاضره عندكم، وماشي العائله ديال الوالدين، العائله الكبيره ديال الخوت وديال النساء والعمام والخوال. وشكرا ابتسام، شكرا اللي كتبارطاجي انت مع الناس هاد لي مومون فور، لاننا دابا حنا في واحد الزمن اللي العائله المغربيه نقولوا تشتتات، الاولاد كيمشيو يقراو برا او تيسكنوا بوحدهم، كيبقاو الوالدين. فوليتو موديل ووليتو نموذج، والدليل على انك رشيد حضرت لك المحاضره الاخيره في انفيرس والقاعه كلها كتبكي وتيتوشي تو الموند. الوغ ملي كتولي محاضر في القيم الانسانيه فما يمكن الناس الا يعطوك حبهم. الحمد لله. ولاننا في حاجه، حيت شتي هاد لي ريزو سوسيو حنا كنهضروا عليهم جوستومون، خربقوا الدنيا والله العظيم، ولا القيم تبدلات، ولينا كنهضروا بالارقام، ولا اي بوز ديال شي حاجه نيجاتيف حيت طلعوا الارقام ديالها كنمكننا نشوفوها، الوغ كو ماشي هي ديال المبادئ ديالنا. بلا ما نهضروا لا على الدين ولا حتى شي حاجه، بغير ما كنهضروا على الانسان، كنهضروا على الانسان. انا هضرنا انا وياك قبيله، وانت تنسي مشكوره، وكنعرفك مرضيه الوالدين، والله يحفظ لك الوالدين اللي يهز عليك، واش كديري مع خوتك. وكنت في مولا يعقوب وقالوا لي راه كنتي تنتي قبل مني مع الوالدين ديالك. والله العظيم كنت باغي ندير واحد الفيديو شنو حيت انا شفت شنو الوالد ديالي كيفاش خارج امي وكيفاش فرحوا وكمدوا رجيلاتهم، وبغيت ندير واحد الفيديو باش نقول الناس. ومزيان اللي جات عندكم باش نقول في الكاميرا اللي معايا فين هي انا كنقول لهم شوف كنخدموا كنديروا تمارا، والواحد كيبقى يقول نهار السبت نهار الحد نشد العطله يجي الصيف لقى وقيته وما كيلقاش نص ساعه من وقته باش يمشي يعطيها لوالديه. وانا كيبقى فيا اكثر لما كنمشي شي جنازه كيجي شي واحد في اخر لحظه وكيبدا يطيح وكيبكي على امه، وكتلقى المرضي واللي دوز معها بصح متصبر حيت دوز الاخر الى غوغريت داز. كنقول لهم دابا عطيها نص نهار، والله الا كان عندي التورناج ساليت في 7 الصباح نعست 11 فقت 12 كنت عند الوالد الوالده 6 كنا جينا دوزنا دي مومون اكسترا. وكان عندك ان سول جوغ اوف وقتعيت لك في التليفون قلت لي مشيت ندي شويه ديال الوالدين. تماما ولكن كتحس بهذاك الشيء. ولما كنقولوا شزوا ضربوا تماره ودات للسبيطار كيقول ديك النهار اونفيرس، ما كتشوف العيالات كلهم. انا في حياتي كامله دوزتها مع المستشفيات ملي كنت صغير، من بعد مع المؤسسات الخيريه وغيره. كنشوف فيما كان شي ولد مريض معاق مولي كتكون معاه في السبيطار كيكون عنده 8 سنين 10 سنين، بعد المرات شفتهم عندهم 26 عام هزاه في ظهرها، كتلقاه في السبيطار كتمشي عند امه، كتلقاه في السبيطار حتى في السجن مولي غاديه ليه بالقفه. هذاك الشيء معناه هذا الشيء كيديروا الامهات. ما يمكنش الانسان ينساه ويتلهى مع الخدمه ويقول ان شاء الله يكون عندي نصنار. ما راه انا لما خرجتيهاش من الزحام عمرها ما تكون. سمحوا لي طولت. لا بالعكس مزيان، هذه نصيحه لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا. اننا نتهلاو في والدينا، نشكروا والدينا ونتوادعوا معاهم وهما حيين، ماشي نتوادعوا معاهم من بعد ما يموتوا غادي ندموا وغادي نتعطلوا ديك الساعه. وراه ولادنا دابا حنا المشكل هو كنساو ولادنا كيشوفونا. وغادي نرجع لهذيك في الصين، واحد ماشي في الصين ولا في اي دوله، واحد كيمد مو كبرت شرفت ودار واحد الغابه وداو كيعرفوها الناس هذه القصه، داو واحد الغابه كيخليوهم العجائز تما حتى كيجيو الدياب وداو ياكلوهم بالنسبه لهم شيء عادي. وواحدك النهار دمو هو ومشى هو ومراته وولده، ودمو خلاهم في الطريق قال لها فين الولد باش نرتاحوا، قالت له لا راه خليته مع امك. بدا كيغوت كيقول لها كيفاش خليتي ولدي مع امي وغادي ياكلوه الديابو. اضطر يرجع لهذا الوغ كو هي الولد راه غير خباته، اضطر رجع عند امه لقى دايرين بها ثلاثه دياب، كتقول لهم سيروا دابا يجي ولدي حسن وغادي يقتلكم كاملين، غايجي ولدي حسن يقتلكم كامل. ولما رجع نقد امه واش قالت له مراته؟ انا عرفتي علاش خبيت الولد؟ حيت ما بغيتوش يشوف هذا المنظر وواحد النهار يديرها لك. وهذا الشيء اللي كننساو، راه كيف ما كنهمل والدينا وما كنمشيوش عندهم، حتى ولادنا غتجي عادي. انت ما عمرك ديتيها باك بغيتيني نديها فيك، تقول لي رضات والدينا غير خطبه هذيك، لا دير لي الفعل. انا بغيت نسولكم واحد القضيه قبل ما تمشي ليا. انا كنعرف رشيد انت ما كتقولش جو تيم، رشيد ما تيقولش تنبغيك، رشيد كيدير كنبغيك. الوغ كدير كنبغيك، وهذيك كنبغيك ملي كديرها ولات نموذج ولات مثال. شكرا على هذه الطاقه الايجابيه. اجي على هذيك الحلقه شي حاجه في سان فالونتان ولا لا؟ انا كنت في جهه عندنا ديما واش كتشوفوا هذا الامر هذا زعما؟ لا كتجاره انا مش تجاري ياك. لا حنا شي شويه شرفنا. لا الله يهديك اش من شرف. شوف هو مزيان الانسان يخلق واحد التقليد غير باش يقول شي حاجه زوينه، تكون 14 ولا 16 ولا 18 ولا راس الشهر ولا كل جمعه
المهم يدير شي حاجه باش يدير شي حاجه جميله. ولكن المساله فاش تولي تجاريه وتفرض عليها وتخبع ما عندكش باش تشري لمراتك وهي ما عندهاش باش تشري، كنولي في ظروف حاجه مستورده وداخله. الكلمه الطيبه تعتني بها، تكون في كانت حامله افضل لحظات كنظن عندها ملي كنت كنكمد لي رجلتها ملي كتكونوا منفوخين في هذاك اللي سان با دو بري. حتى انا بالنسبه ليا وكتحط ودنيك على الكريشه وكتسمع هذاك الدقه ديال القلب بمعنى كتشارك هذيك لي مومون كتكمد لي رجلتها ملي كتكون زعما حامله سخطوه سري لكم الصداع انا ما ماشي مشكل مي هذه القمه بالنسبه ليا ديال كتحس بالمعاناه ديال الاخر ديالنا كتحاول كيفاش تريحوا. والله خلقنا لبعضياتنا راه موده اللي تحنا الفابور موده ورحمه. شوف زعما هي كتقول غير انت هي راه كتحس بك ملي كيكون فيك الجوع. لا خاصني نمشي راشي دجاج الجوع لا ماشي اكثر. دابا ولينا عندنا مشكل سيكو ملي كنكون انا شي حاجه مروناني والله الا ملي كتكون شي حاجه مروناني والله الا ابتسام كتمرض ولا عندنا كان عنيه كنبتسم والله العظيم هاتي مشكله هاتي درني عقلتي ملي كنمريض راه ما نقول لكم راه ماشي انا اللي مريضه انا راه ما الله يحفظكم مع نقص فيها الطونسيون فيها الكوليسترول الحمد لله تعترف الحمد لله تعترف هو فيه السكر دوك الا شفتو شويه مرض انا كنمرض شحال نقول لكم خمسة د المرات اكثر عرفتي كنولي الحمد لله ولا اله الا الله والله يشفي الجميع لاننا شفت ديك المرات كتقول لي بغيت نمشي راه شي جهه الجوع قلت لها لا باش حسيتي قالت لي كنحس به ملي كيجي الجوع كان هو شي ملي كيجي العطش كنعرفو كنكون فوق شي منصه فوق في شي بلاصه انا فين ما كيكون انا كنكون جالسه بعيده كنقول لهم خصو الماء خصو الماء خصو الماء فهذيك المو ديك اللحظه اللي كيشحف كنقول انا خص عافاكم عطيو غير قريعه ديال الماء راه انا عرفتو انه شحف وخلا الله يحفظكم. اللي كنت باغي نقول قبيله ما عرفتش علاش دائما كتخيلكم خوت ما كنتخيلكمش كوبل مزوجين دائما كتخيلكم خوت ماشي بعيد. هو الانسان طيبون للطيبات والانسان تيلمون كي ما كيعيش واحد المده طويله راه كيبدا يتشابه كيتشابه با فورسامون يمكن النظره ديالك ليا كتوازي معها تيلمون كتشوفنا كيولي عندنا نفس لو سوغيغ نفس لو روغار كنوحدو حيت بنادم اللي قلبه شويه مسموم ولا شي حاجه راه كيتبدلوا لو روغار ما كيبقاش يشوف الانسان هذا دونك عادي ان الناس كيوليو كيتشابهوا لما كيكبروا. في هذه المساله مازال اللي طرحتي هذا السؤال بزاف ديال الناس على الريزو سوسيو كيسحب لهم انا راه بنت عم رشيد الوغ كان ما عندي حتى شي علاقه. انا بابا الله يرحمه من سقط مولات سعيد ماما الرباطيه هو بابا ريفي وماما شماليه دونك سبحان الله العظيم طيبون الطيبات كنتشابهوا دونك سي عائشة وبابا بوجمالي كنبوسوهم وماما كالحاجة خيرة وباباك الله يرحمه فاطمه. هضرنا سي رشيد على الاهميه ديال الصحه وهذا الموضوع هو ممكن يكون شائك حساس ومهم لواحد الدرجة كبيرة عند الفنان لأنه كنقولوا أن الفنان ما عمره ما كيعتزل ولكن في نفس الوقت راه كيعتزل دغيا. وانت تبارك الله عليك عشرات السنين ديال لاكارييغ وما كتخلي حتى بلاصة في المغرب أنت في وجدة لا غدا في تمارة البارح كنتي في قنيطرة وأنت من بعد غادي للصويرة وزعما وفي نفس الوقت كنشوفوا فيديوهات ديال الفنانين عطاو دمهم وجوفهم وريقهم كامل في التلفازه وفي السينما وبعض المرات ما عندهمش حتى التغطيه الصحيه وما عندهمش والديهم اللي يتهلاو فيهم الجمهور نساهم او تنساهم وبعض الفنانين واخا هما قلائل ولكن كيخرجوا بعد تصريحات وبعض الفيديوهات راه ما عندهمش حتى 20 درهم باش ياخذوا طاكسي يمشيو للمستشفى. انت واش كترد بالك لصحتك وكتشوف هذه الامثله شنو كتستافد منهم شنو كيفاش كتشوف هذه الامثله؟ الله يرضي عليك ميرسي بوكو على هذا السؤال. بطبيعه الحال شوف الانسان ديما ما يتسناش من الاخر ما يتسناش من الدوله ما يتسناش هذا بالنسبه ليا خطا وخطا ايضا ان الانسان بالنسبه ليا عيب انه ما يكونش عنده التعاضد ديالو. علاش ما عندكش التعاضد ديالو؟ سؤال ما كاينش الا ما كانش الدوله دايره ولكن الا كانت دايره علاش ما عطيتيش في الوقت اللي كنتي صحيح وكتصور ترد الخبز؟ التعاضديه معناتها شنو؟ انني وانا صحيح نعاون واحد اخر اللي ما عندوش ربما 10 سنين ما غتجينيش واحد النهار غنحتاجها. دونك حنا المشكل ديالنا الكبير هو ان ماشي كلشي داير التغطيه الصحيه ولا كنا 10000 15000 اللي عندنا اشتراك راه غيكون عندنا بزاف. الا كنا 1000 طبيعي ان التعاضديه ما تقدرش تستمر. هذا واحد. ثانيا الان كاينين مجموعه ومع لا ميتيو ناسيونال وكاينين لي بونك اللي كيديروا معنا التقنيين هذا جميع اش كيتسماو كاع الناس اللي خدامين في السينما في التلفازه لي زارتيست لي غيك لانهم علاقه مع لا ديو فيزيوال
عندنا كلنا عندنا هذه التغطيه الصحيه كتبدا من 700 درهم في العام للشخص. 700 درهم بمعنى كتقول كيفاش 700 درهم فهمتيني ما تقدرش تصورها ولا ما تقدرش توجدها اي الا ما كانش لقاو كيفاش نديروا بها. معنى بيناتنا كل ارتيست وانا سبق لي درتها مع جوج ثلاثه ليزارت ما عندهمش كنقول بون انا نعاون هاد الثلاثه يكونوا معايا والاخر يكونوا معايا. بمعنى كل واحد الى تعاضد هي التعاضد هي التكافل هي بزاف د الحوايج. ولكن ما نبقاوش نغلطوا الناس ونقولوا الدوله ديالنا والبلاد ديالنا ولا كنا سورتو حنا اللي ديزارتيست ما هذوك اللي ما كيخدموش هذاك حاله اخرى زعما مع الاسف سورتو كو جا الان واحد الجيل اللي ناكر للجميل كاينين كيخدموا بنات 14 34 ولا 30 عام كيلعبوا عندهم 60 عام وحنا عندنا فاطمه الركراكي وعندنا عائشه مهما وعندنا نعيمه المشرقي عندنا ممثلين سعاد صابر اللي يمكن لهم يلعبوا ادوار ديال هذاك وكنكرهم الوغ كو العام الشيء الجميل اللي تقدر ديره في ان ارتيست وانا بنفسي الا كبرت ولا شرفت تكرموا بدور الا بغيتي تكرمني هو تعطيني دور وعني نخدم معاك هو تعطيني نخدم ماشي دير التكريم وتعطيني 10000 ولا 20 ولا 30 ولا 20 ولا 100000 درهم ومن بعد نجلس. لا الارتيست كيبغي دائما يحس بانه محبوب يشتغل نكبروا به لانه لا كبرنا به بحال هذاك الوليد اللي ما شافش باه كيلحمو حتى هو ما غيديرش هاد الاشياء. غادي ندوروا الاضواء والكاميرات عند بشرى اهريس اللي انا مشات لواحد الصالون ديال الجميل الفخم صالون ديال الفنانه صوفيا المريخ ودارت ما يسمى بالاكستنسيون ديال لي سيل تطويل الشفور الشروف الرموش هادوك تفرجوا شوف مقاييس الجمال مختلفة ومتنوعة وكل شخص فينا كيحمل سر خاص به من أسرار الجمال. كاين اللي كيتمتع ببشرة جميلة ونضرة اللي عنده شعر ناعم وقوي وكاين اللي عنده أعين كبار ورموش قوية رموش اللي كتلعب دور كبير في إبراز جمالية العين. كنشوفوا نجوم العالم كيتمتعوا برموش قوية وديما كنتسألوا شنو هو السر. اليوم مع بشرى وفي برنامجكم أشتاق بيناتنا غادي نتعرفوا على تقنية جديدة، تقنية تركيب الرموش الطبيعية مصنوعة من الحرير واللي كتدوم لمدة طويلة. اليوم جينا لو سونتر دو بوتي، لو سونتر دو بيانيتر مي سبا. عرفتوا ديال من؟ ديال واحد الفنانة رائعة، فنانة متألقة اللي افتقدناها بزاف. هي الفنانة والمغنية صوفيا المريخ. جيت باش ندير اكستنسيون دو سيل اون سوا. اول سؤال سولنا الخبيرة ديالنا هو شنو هي عملية تركيب الرموش او ليكستنسيون دو سيل. الوغ ليكستنسيون دو سيل هي عملية تزيين العيون، عملية كنديروها لي كليونت باش نحلو لهم لو روغار بور دوني ان جولي روغار pour ouvrir l'œil. كنستعملوها للكليانات اللي عينيهم طايحين pour ouvrir l'œil وكيعطيوها واحد الجماليه في وجهها. فعلا الا كانت الشوفه طايحه الشفار الا كانوا كثار هما اللي يعطيو الشوفه للعين. عرفتي علاش هذا؟ حيت العين هي المرايه ديال الروح والناس النجوم والمشاهير كيديروا هذه التقنيه هذه لان كيخدموا بعينيهم بزاف في التلفازه. اكزاكتومون. وشنا هي اول خطوه كنديرو قبل ما نبداو؟ الوغ باش كنبداو ليك العمليه اكستنسيون دو سيل اولا كنطفو الوجه تماما كنديماكيو لي زيو باش نحيدو كاع الشوائب اللي كاينه في العين ماسكارا ماكياج كنيليمينيو كاع هاد لو ماكياج كنديماكيوه في خطره باش نلقاو الرموش نقيين كندوزو كنحطو لي باتش. علاش لي باتش؟ باش ما يلصقولناش الرموش الفوق مع التحت وكنبداو لي زيتاب ديالنا. رموش طبيعيه مصنوعه من الحرير، شنو الفرق بينها وبين رموش عاديه؟ الوغ لي سيلون سوا هما رموش مصنوعين من لاسوا ما تيتقلوش على الرموش الطبيعيين ديالنا كيبانو ناتوريل خفاف. الفرق بينهم وبين الرموش السينتيتيك انه لي سينتيتيك كيبانوا ميكا كيبانوا بانهم ارتيفيسيال هادو ناتوريل خفاف على الرموش ما كي اديوش الرموش ديالنا كيبقاو الرموش ديالنا طبيعيين وكيجيو زوينين في العين بالاخص حتى هما مصنوعين من الحرير اللي هي ماده طبيعيه اللي هي ماده طبيعيه
وما كتحتاجش الكليانه مع هاد الرموش هادو، ما كتحتاجش الماسكارا. شنو هما لي فورم اللي ممكن نديرو شفرنا؟ كاين بزاف ديال لي فورم ديال لي زيكستونسيون دو سيل. كاينه لا فورم بي، كاينه لا فورم سي، كاينه لا فورم دي. انا شخصيا كتعجبني لا فورم سي، كتجي ناتوريل، بلو ناتوريل، لا كوربور ديالها ناتوريل فورم سي. لا فورم دي كتكون بلو كورب، كي اللي كيبغي الشفار دايرين. ولا فورم بي محلوله بحال هابطه شويه لتحت. اين فورم اختاريتي اليوم البشرة؟ لا فورم سي غتجي زوينه، غتحليها عينيها، وهي اصلا عندها شفار طوالين. غنديروا لها 12 باش نحلو لها لو روغار ديالها، يجي زوين، وغتكون فيها ايفي ماسكارا، يعني ما تحتاج دير الماسكارا هي نهائيا. عمليه تركيب الرموش كتبغي تركيز كبير، وكتاخذ ايضا وقت كبير اللي كيتراوح بين ساعه حتى ساعتين. بشرى باقي ما سالاتش، موعدنا معكم في الحلقه المقبله باش نشوفوا النتيجه النهائيه. المغنية صوفيا المريخ التي اعتزلت عن الخشبات، عن المهرجانات، ولكن لا زالت تدندن وتغني في رداهات المحل ديالها اللي امنت به مستقبلها. هو محل للتزيين وللتجميل، واستقبلتنا بواحد الفرح وبواحد القلب الكبير، وعلمتنا التقنيات كيفاش نطولوا الرموش ديالنا، لان هي التقنية اللي كيعتمدوها الفنانين والمشاهير اللي كيعبروا بملامح ديالهم. هي التقنية جميلة، ومن حق كل امرأة تبان زوينة كيف ما قلت، وخدمتنا للشفر ديالنا. هي عمليه جميله اللي كيديروها النساء، وثمنها معقول ما بين 1000 و 1500 درهم، ومن حق كل امراه انها تكون عندها نظره جميله وتشوف الحياه اجمل. ودابا من الرموش ديال بشرى اهريف غادي نشوفوا 2.0 ديال حارس المرمى ياسين بونو. ضيفنا اليوم فقره السوشيال ميديا هو حارس المرمى المغربي ياسين بونو. ياسين نشاطاته قليله على السوشيال ميديا، فعلى الانستغرام عنده 323,000 متابع، منهم سيمو صدراتي، هيثم مفتاح، وحمزه منديل. اما هو فكيتابع 999 شخص، منهم كريستيانو رونالدو، شوميشا، ومهدي بن عطيه. بونو عنده 46 بوبليكاسيون كلهم عباره عن صور، اغلبيتهم صوره في الملعب او اثناء التدريب. تلقوا ايضا صورته مع عائلته، بحال هذه الصوره اللي علق عليها فاميليا، صوره مع الفريق الوطني المغربي، وايضا صور حيوانات اليفه، بحال هذه الصوره اللي علق عليها شحال غريبه الدنيا. بونو ما كينزلش بزاف ديال ستوري، ولكن في ستوري على اون كنلقاو وحده عليها صوره من تدريب، صوره مع اللاعب فيصل فجر، ومع كريستيانو ايضا. كي باسا بونو ابريت اون تيندا بولو. بونس تاردس. بونا تشي مي بونيس اون موجيتو اي اون باتاتيتا. سيور دي روبا. اه دي روبا. اه بنت روبا. تا بونو تشي كيدو ليندا لا تيتا كارباشي. على فيسبوك عنده اكثر من 5000 متابع، حساب مستقل على الانستغرام. في الفوتو دو بروفيل كنلقاو صورته بقميص خيرونا الاسباني، اما في الفوتو دو كوفيرتور فكنلقاو صورته مع الفريق الوطني المغربي، اغلبيتهم صوره في الملعب، وصورته ملي ربح جائزه احسن لاعب في الشهر. على تويتر ما عندوش صفحه رسميه، اما على اليوتيوب فكنلقاو العديد من الفيديوهات، اغلبيتهم عليهم اقوى لحظات بونو في الملعب، ولكن ما عندوش قناة رسمية. نبقاو في عوالم 2.0، ما عرفتش واش لاحظتوا معايا ابتسام ورشيد، مؤخرا ولات واحد الظاهرة ديال لي زانفلونسوز، شخصيات مؤثرة بفضل السوشيال ميديا والانترنت. وبعد من هاد لي زانستغراموز او هاد لي زانفلونسوز كيوليو ممثلات. كيفاش كتشوف هاد الظاهرة انت يا رشيد؟ مع وضد. بلوس ضد كمعة. لكن غنكون جونتي مع تو الموند، نقول باللي الا كان انسان عنده موهبة مرحبا به، ولا كان راسو صغير ويمكن له يتعلم مرحبا به، ولكن اللي يجي الا كان غيجي يدير ينقل هذاك الشيء اللي كيديروا في الانترنت ويجي يدير ويطلق لك الوباء، صعيب. شنو الوباء؟ هو كتكون عندك ممثله دي كتامن ولعبه العروبيه ولعبه ما عرفت شنو في هذا وهذا، وقابله وكتجي وحده غتلعب معاها وكتطول، احنا باقيين على الصفار وخصها الماكياج تجلس فيه نص ساعه وترون التورناج، حيت هي ايل دوايت خبال، حيت هي ما كتفكرش في الفيلم، كتفكر في هذاك الشيء اللي هذا بالنسبه ليا شيء خطير على الميدان الفني وكيخصو يتحبس، علما انه كاينين البعض منهم، يمكن انا وحده في هذا الشيء اللي لقيت كانت عندها هذه القابليه، وحدين اخرين مع الاسف ما عندهمش هذه القابليه، ويمكن كانت شي حاجه. انا شخصيا ما نخدمش معاهم، لانه كنامن بالممثل وكنعاون بالخدمه، ويمكن لها تجي متنكره ودير الكاستينغ وتعجبني، ولكن ما نعرفهاش انه تكون تانفلونسي الناس ولا هذا الشيء. انت شخصيا ما تخدمش معاهم؟
لا من لا الا ما كانش حيت دابا ولاو ممثلات صافي راه كيعيطوا لهم في مسلسلات شوف افلام جو سي انا خدمت معي وحده ولكن كان عندها هذا المكان الامكانيه ديال وانا ما شفتش فيها نهائيا هذا الجانب ما تخدم معايا غير باش تخدم معايا حيت هي معروفه ولا عندها واحد انفلونسي الناس بصحتها ما يدي تمشي ما دير حاجه اخرى الا كتانفلونسي مزيان دير حاجه اخرى مي التمثيل عنده المقومات ديالو ولا بقينا بحال هكذا ما يبقاوش مدارس ما يبقاوش هذاك الشيء وغادي نمسخوا كل شيء علما انا كنعاود نقول لك الا كان عندهم المقومات ومستعدين حيت في امريكان راه كيجيبوا ناس يمكن من الشارع بلوس ولكن من بعد ما كيدير الفيلم الاول كيمشي يقرا عاد كيدخل الميدان الا كان هذا هو الهدف مزيان ولكن لا الواحد يبدا يجي يدير لك الغرور وانا عندي سمح لي هذا اهانه للميدان حيت مثلا انا ما نبغيش نذكر الاسماء ولكن كاين احلام الزعيمي ما جاتش من التمثيل مش تكونات في لا هي ما تكونات ولكن ولات ممثله فاتي زمالي كانت مليحه العرب لا ما معي في واحد المسلسل الان من الممثلات اللي معجب اللي تعجبت بهم وقلتها لهشام الجباري وغيمكن تقولها لك كنقولها عندها واحد لابريزون ديكاج كيلك شوز والله عمري ما شفت لها شي حاجه في الانترنت ولا كموديل ولا عمري ولكن قلت له هذه البنت عندها شي حاجه وهي من الناس اللي كنهضر عليهم داروا اجتهاد ويمكن لهم يستمروا حيت راسها صغير كيف ما قلتي وعندها موهبه حيت ما نقدروش نظلموا ولكن ما يمكنش تكون قاعده ماذا تتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي مبروك عليكم نص مليون متابع على الانستغرام اليوم 500,000 ابوني سوغ انستغرام برافو ابتسام رشيد الوالي هذا هو الكونت الرسمي تعالوا شويه من ذوك الصفحات المزيفه لي فوكون جوستومون انا على هذه القضيه هذه كنت درت جي سيرتيفي لاباج فيسبوك رشيد الوالي الا غتلقاو فيها داك البوطون الازرق دابا عندي فيها واحد جو بونس شي 330,000 ابوني فيريفي فوالا وعاد بيان سور دار لاباج ودار لو كونت فيسبوك وعاد بيان سور دار لو كونت تويتر دار لاشين يوتيوب رشيد الوالي اللي دائما فيها الجديد اللي هاد اشاك فوا كنحاول دوك ندير فيها واللي هي درتها في 2014 واللي الناس ما عارفينش انا لاشين ديالي ابتسام الوالي اللي هي ابتسام شكاره درتها في 2008 واو بداتها في 2008 باش بديت بعض الاعمال ديال رشيد بعد المونتاج بعد الاشياء ها شنو كيعمل رشيد بشويه بشويه فوالا اي بي جي كومونسي كوم سا انا عندكم دو سيت كاين سيت وي بيان سور الوغ لو سيت rachidelwali.com في 1999 شريت لو نون دو دومين rachidelwali.com هو السيت يمكن ديال دونك وبديت بشويه انا ما عندي حتى شي تجربه في هذا الدومين مي بقيت كنتعلم كل مره كنشوف كنمشي عند اصدقاء انه مدارس ديال هادشي ديال الانفورماتيك باسكو انا القرايه ديالي لا علاقه انا عندي ديبلوم دو جيستيون توريستيك و هوتيلير سير الفندقي والفندقي وعندي ديبلوم واحد اخر ديال اسيستون دو ديريكسيون بيلانغ هذا مساعده هذا دونك سكيفي وهاد الانفورماتيك داك الوقت ديالنا حنا ما كناش كنقراوه هادشي ظهر حتى في الاواخر ديال التسعينات وفي الديبيو ديال 2000 دونك جو كومونسي ان تي بو ا ماميليوري لي فو كونط ما نقولكش انا اللي علاش انا دائما كندخل هاد لي ريزو سوسيو باسكو بزاف ديال الناس كانوا كيديروا دي فو كونط رشيد الوالي وكيقولوا شي اشياء لا اله الا الله رشيد الوالي مات رشيد الوالي تزوج رشيد الوالي المهم ودي دي رومور ما نقول لكم رشيد تزوج يا رشيد الوالي تزوج لا ولكن ابتسام كانت كدار في واحد الوقت ما كانش لو بورتابل انا كنعقل كنت كنصور مكتوب وجات باللي انا مت والولد والديا كيبكي وما كاينش كيفاش يتصلوا بي وانا في كتامه كنصور كنصور وهذه باش تعرفها تبارك الله عليها كنصور واحد الوقت جاتني جيب ديال الجدرميه نعم سي رشيد جي معنا فين طلع معنا طلعت معهم ما فهمتش داوني البومبا ديال مشدود قلبات على اقرب بومبا ديال ليسانس وعيطت لهم وجاو الجدرميه طلعوني باش هضرت مع مراتي في التليفون باش يقول لهم نو انا جو سوي اون يا مات الفيكس الزبار ولكن شوم عليك ابتسام علاش حيت اي معجبه بغات تكتب رشيد انت اللي كتقرا انا اللي كنجاوب انا اللي كنجاوب طول لي ريزو سوسيو كاع سكو تروفي سور انترنيت انا اللي كنجاوبو بيان سور كنجاوبهم تري جونتيمون كنشكرهم بزاف 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 على هذا الحب ديالهم وعلى هذه الظرافه ديالهم والله يجازيكم بخير عطي واحد الكلمه كيكتبوهم غزالين زعما شكرا بزاف الا سمحتي ابتسام غادي نرجع غير لواحد المساله بسيطه ما كناش كنديروها حنا كمغاربه هو التوثيق
هادشي اللي كانت ديروا ابتسام بداتو بكري، وكنا هي من اول الناس اللي شراو المسجلات كيفاش كنا كنسجلوا من التلفزيون. اول تلفازه كانت كتسجل شراتها هي الفيديو قديم، كلشي اللي كنعيطوا ليه فيديو، بمعنى كاينين الممثلين اللي معايا نتحداهم يكونوا عندهم دي شوز ديال مسرحيات وافلام اللي غيبقاو. حنا كنبغيو نكرموا بعض المرات ممثل 40 عام 50 عام ما كنلقاوش عنده فوطو مزيانه، كلشي فوطو فاش نديروها في لافيش ما كنلقاوهاش. دونك وعينا وكنقول بون هذه كتجربه، غيجيو ولاد مدارس، غيجيو ناس السينما، غيجيو جامعيه يستافدوا، ماشي يستافدوا منا بالتعلم من الاخطاء ديالنا ويقولوا حنا ما غنعاودوهاش، اش نشوفوا التجربه ديال الناس كيفاش داروا باش وصلوا لهذه النتيجه، وهذا هو اللي مهم. فوالا رشيد الوالي سيدي، كيفاش كتشوف راسك من هنا 10 سنين؟ غيزيد يطيح شويه الشعر، مي غنبقى ان شاء الله الى طول الله العمر. شكرا. وكان العطاء وكان الحب وكانت الرساله وكانوا الوليدات مازالين الحمد لله كيدفعك هذا الشيء انك ديما دير المجهود باش دير باش تكون من اجل الاخرين، حيت حنا فينا المورا كنعيشوا من اجل الاخرين. سعادتنا دائما تكمن في اسعاد الاخرين، ولكن اللي كيفهموا الغلط هما الناس اللي كيمرضوا كيجيو من الاكتئاب توتسويت. انت حنا كتقول لك ما كيديهاش في راسو، مي انا بالنسبه لي الا كانوا اللي دايرين بيا كلهم صحاح احسن هديه من الله، واحسن زعما نتيجه غتكون عندي، وهذه السعاده الحقيقيه. الاعتزال مازال بعيد، الاعتزال الا استمر هذا النوع ديال اللي كنشوفوا كثير من الاحيان شويه ديال الرداءه وهذا البوز وهذا الشيء اللي ولينا غيكونوا الداخلين، الا ما تحترمش المهنه نفضل نمشي على بكري وما نرونش هاد الناس، لانه يمكن يكون انا اللي غلط، يمكن يكون هذا جيل كيشوف الاشياء بهذا المنظار، وكيف ما حنا كريتيكينا واحد الجيل غيجي واحد الجيل اللي ينتقدنا ويقول لك لا ما كتعرفوش، حنا نديروا حاجه اخرى، ولكن ما نقدرش نجلس في حاجه لان ما مرتاحش فيها. الحاجة أنت من البداية اليوم كنتي نجم صف أول، وسيم الشاشة معروف مستر راشد، وسيم الشاشة مقنع في الأداء ديالك، واش هادشي ضروري غيكون خلق شوية الحساسات بينك وبين الناس في الدومين، واش هذا هو السبب اللي خلاك أنك تصاحب العائلة ديالك وتصاحب الناس بعاد كليا على المجال الفني؟ سؤالك زوين، يمكن زوين ومهم كيجي لأي فنان، ولكن ما نبغيش ندخمو حيت انا عمري ما رديت له البال، حيت الا كنتي كتجري لان النجاح ديال ضروري غيكون قلق شي واحد. لا انا نزيد لك، لما كتكون كتجري 100 متر ولا ماراطون لا الا تلهيتي بانك تدور تشوف هذوك الناس اللي قربوا ليك، وهذا كل دوره غتضيع فيها دي بوين اللي غيمكن يضيعوا لك بحياتك. يفو افونسي وخليهم يكريتيكيوك، صبرتي العوجه الخطوه ديالو ماشي هي ديك، كيدير خطوه طويله شو كيدوبل، المهم توصل النتيجه ديالك بلا ما تأدي حتى شي واحد في طريقك. كاينه واحد النسبه قليله ديال لي كومونتير سلبيه ولا الاكثريه ديال ولا كاع لي كومونتير ايجابيه؟ بحال دابا الناس على الريزو سوسيو سور انستغرام مثلا بزاف ديال الناس كيعاتبوني على واحد الحاجه ما كنديرش ماكياج، نقول لهم انا ما وعلاش ملي كندير سيلفي كنبان شارفه وكنبان هذا اي سي نورمال، عندي 51 عام دايوغ درتها في لي ريزو سوسيو، اه مي سي نورمال جي دي ريد سي نورمال على طبيعتك. انا كنت عرضت ازياء تقريبا 20 عام وانا عرضت ازياء، كنت كندير كانوا كيديروا لي بزاف المكياج، وكنت يعني اصعب هذا الوقت هو ديال المكياج ما كانش كيعجبني، دونك من بعد ارتحيت بلا مكياج وانا شخصيا هكذا، والحمد لله رشيد حتى هو ما كيعجبوش، دونك سا نو زارونج تو سامبلومون. سامي وادم كيخلقوهم لهاد لي كومونتير؟ نعم كيخلقوهم سامي وادم، علاش كيقول لكم سامي وادم؟ انا تري سوفون انا جو سوي تري انا كنشوف وديك الساعه كنحيد شي حاجه، وعلى هذه القضيه اللي فكرتيني على وليداتي الله يجازيكم بخير، كنطلب للناس اللي عفاكم اللي عندهم مواتهم شرفات بحالي الله يجازيكم بخير عفاكم تبغيو سبحان الله تعايروش ولا تقولوا شي كلمه شويه كتجرح راعي هذا عفاكم، تفكروا غير مع مواتكم وكيقولوا لي بعض سوفون كيقولوا لي ما فهمناش هذا السي رشيد فما كيمشي كدير معاه مراته، واش نتوما تبغيو باواتكم يلحمكم من بعد 23 عام ويجيب مراه واحده اخرى؟ ما يمكنش. دونك سي نورمال خصني نكون تاثرتي ابتسامه تاثرتي سي نورمال انا سورتو بور مي زونفون سورتو وليداتي تو انا فهمتيني، مي كنقول علاش كتعيب في واحد السيده اللي وصلت لواحد السن معين كتعيب على هذاك السن؟ مي سي نورمال راه حنا كنا غنكبروا، انا كنحمد الله انني كنفيق بالصباح وكنتحرك وكن
انا عرفتي 51 عام بلاتي كتعلم كل صباح هنا عندك 51 عام قرايه مقلوبه 15 عام حيت انا فيا طونسيون كنقول واحد النهار غنصبح عندي شلل نصفي كنقول فيما كنفيق كنقول الحمد لله بلاتي بسيسان بورتون انا سي انكرويابل فيما نسولك يسحبني على 22 عام خليك خليك انا انا تولدت نهار اللي عرفتك عندكم واحد القاسم المشترك واحد الميزه لجوجكم عندكم هي الايثار الايثار كتفكروا في الاخرين ربما اكثر من المصلحه ديالهم الفرحه ديالهم السعاده ديالهم ربما اكثر من السعاده ديالكم والمصلحه ديالكم شتي باهم وعائلته ما كيجيوش عنده كيجيو عندي انا شتي كيفرحوني انا ملي كيجيو لعندي عرفتي فاطمه اختو الله يرحمها والله يوسع عليها عرفتي راه كانت اكبر فرحه عرفتي كنتجمعوا ونضحكوا باش مقسم الله ماشي حتى عندنا دار كبيره كانوا كيجيو عندي ملي كنت ساكنه مع ماما في دار صغيره وكنتقاسموا اللي قسم الله فهمتيني ابخي خدينا دار شي شويه كبيره 70 متر في تماره في حي النهضه جوج وكنا بخير كنتجمعوا باش هاد لا شالوغيمان اللي مهمه انا هاد الشيء اللي بغيت انا هاد الشيء اللي كنت كنقلب عليه انا بابا وماما مطلقين ملي كانت عندي 6 شهور فهمتيني دونك انا كان الحلم ديالي نتزوج براجل تكون عنده عائله كان انا كنت باغا غير عائله والحمد لله ربي عطاهم ليا والله يحفظهم يا ربي حنا فهاد الجلسه الحميميه راه كنعتبرش برنامج جالسين دارنا هادشي اللي كيخليني ان هاد المراه نحترمها ونقدرها وتكون فوق الحب لما تكون عندك مراه وانت مسافر انت مسافر في الطريق ماماك ولا باباك مريض وتهز هي الطوموبيل وتديهم ولا اختك عندها الكونسير وتديهم وتجلس معاهم ترطب معاهم سنة بات بخي حيت كتخفف عليا حيت وانا في التورناج الا كننجح حيت كنقول الله كاينه ابتسام بطبيعه الحال كاينين خوتي ولكن في الوقت اللي ما يكونش واحد في خوتي خدام ولا شي حاجه ولا عنده عائق عندها بلوس ديال الامكانيات باش انها تديهم وتوقف معاهم جسكوبو وتهزها انا هزت اختي على ظهرها زعما كيفاش تبغي ما تحبش مراتك كيفاش تبغي ما تديهاش معاك كيفاش تبغي ما تقدرهاش وانها تكون طريحه الفراش ما تبقاش مع جوج كوبو وتدفنها ولا تدفنك سي نورمال خلينا من الهضره ديال الشعر والحب الحب والعطاء حنا والله يربحنا اسامه ربحنا جود عرفتي علاش ما سولناكمش على الافلام عرفتي علاش ما سولناكمش على الاخراج وعلى داكشي كله الحرفه هذا وصلنا اننا نؤمي اون فالور هاد لي غولاسيون هيومان هاد المحبه هاد القيم الانسانيه فشكرا اللي اقتسمتوا معنا هاد اللحظات دينا ضحك وكملنا هاد الوقت ما تبقاش الله يرحم بك درنا بحال هكا ديما رشيد نطلب منك تبوس لها جباسه وتهي تبوس لها جباسه انا حب الله يحفظك جميل جدا ما لقاوش احسن من هذا الموقف وهذا العبره باش نختموا ليميسيون عرفتي هذه القضيه ديال الجباب هاد المرات ديال راسك بعض المرات كنقول للناس كنقول لهم ملي كيدير الله كيتعرف الولد مع البنت كيبوس لها يديها وكيبوسها هنا ونهار العرس كيتبوسوا في جهه اخرى وكل شيء ولكن من بعد كي 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 ملي كتبدا تشرف كيبدا يبوسها هنا ومن بعد فاش كتشرف كيبدا يبوسها هنا هو غادي علاش كنقول لهم باش علاش كيقلب على شي وحده اخرى باش هي ما تشوف كيف راه عندها عينين اللور حتى هي ما تخممش هذه هي برنامج هاشتاغ بيناتنا شويه فرحه شويه دموع ندوزو ليموسيون ندوزو دي ميساج نستقبلوا فنانين وفنانين كبار كما السي رشيد الوالي وابتسام غادي نخلي لك الكلمه الاخيره السي رشيد كنشكركم على هذا اللقاء زوين كنشكرك وبلغ لي السلام بزاف الوالد ديالك بزاف حيت كنعرفو عزيز عليه حتى انت تبارك الله عليك انا متبع الخطوات ديالك من خلال ابتسام كنشكر كل الامهات كنشكر كاع البنات اللي كيعانيو مع رجالهم في صمت ولكن كنقول لهم من خلالكم بركه من الحل البسيط السهل واللي صعيب اللي هو الطلاق نعطيو راسنا فرصه والفرصه سورتو كتخص الدور ديال لا فامي الا غابت لا فامي شحال هذه كان الاب والجد والجيران والناس والعائله كيجي يقولها واش انت حمقه ولا كيقول له واش انت حمق حاول على مرتك علاش غدير هكذا علاش غدير الان هرب هذا الوسيط وبقدر ما هو كيهرب بقدر ما الناس عايشين في انفراد بقدر ما كيقدروش يواجهوا الازمات اللي هي بسيطه هي كفاي ان لا غولاسيون ديالهم كتكبر وكتشد مزيان من بعد فكنتمنى انه يقل الطلاق وتكثر شي حاجه سميتها الحب والموده ما بين الرجل والمراه شي زعما كلمه اخيره انا كنشكركم بزاف
ما جيش تخوف لو لي مو. انا فرحانه حيت ربي الحمد لله عطاني عوض ليا من يعني هو وعائلته داك الشيء اللي كان ناقصني من جهه والديا وداك الشيء، والحمد لله وشكرا شكرا والله يدومها محبه، ويا ربي الله يجعلنا صحيحه باش نكملوا يا ربي ونشوفوا ان شاء الله وليداتنا في احسن ما يكون يا ربي. سليم وادم انا كنرضي عليكم دنيا واخره، الله يحفظكم الله يخلينا ديما مجموعين يا ربي. وشكرا بزاف لاختياركم برنامج بيناتنا، عارف سي رشيد كيختار البرامج اللي هادي بان فيها، شكرا على هذا الثقه ديالكم. الله يبارك لكم، الله يكبر بكم، ميرسي ميرسي بوكو على انتم على هذا البرنامج وميديا، حيت فريمون برنامج كنحسوا به بدون حتى الوراق ديالكم شحال هادي ما نقدروش نحطوا ورقه بيضاء بحال هذا، خاصها تكون مطبوعه ومقاد سيدي بيناتنا، سي فريمون لو مو بيناتنا اللي تري بيان شوزي. ميرسي مرحبا سي بشرى، دار داركم، شكرا لكم بزاف، شكرا لكم جود و الطاقم. ميرسي بوكو، شكرا للطاقم التقني والفني، وصلنا لنهايه الحلقه، تبارك الله عليك بشرى. شكرا اسامه، شكرا رشيد، شكرا ابتسام، الله يخليكم بعضياتكم، بوعدنا غادي تجدد في الحلقه المقبله نفس التوقيت على نفس القناه هاشتاغ بيناتنا، وكاع اخبار المشاهير بيناتنا.